ايوه حبيبي، عامل ايه؟ بقولك هحط الاقراص لمؤمن وانزلك على طول. تحب البس لك قميص ايه النهارده؟ حاضر، انت بتحب القميص ده، هجيبه لك معايا. حاضر. الا قولي، احنا هنسمي الواد اللي بطني ده ايه؟ اه ابننا. ايوه، اختار الاسم اللي يعجبك. مؤمن ده ايه؟ ده اسمه بس اللي هيتحط على الورق، انت عارف ان هو ابنك بقى. طيب ماشي، اما اجي اما نجي نختار الاسم اللي احنا هنسميه. ماشي ماشي يا حبيبي، ماشي. اسكت، مش الحبوب اللي بديها له كل ليلة خلت ركبه بقى تشغلل؟ معرفش هو الحبوب دي فيها ايه. ولسه ولسه ولسه. خلاص ماشي، انا هنزل على طول اهو. مؤمن دخل لقى مراته بتتكلم مكالمة زي دي، تتفق مع حبيبها ان هي نازله وهتحط لجوزها المنوم اللي بتحطه له كل مره، وهتجيله بالقميص اللي هو بيحبه عشان يقضوا ليله سودة. بيعمل ايه مؤمن في اللحظه زي دي؟ مخه طار، جرى على السكينه لما عرف كمان ان اللي بطنها، يعني حتى الحمل بتاعه مش بتاعها، ده هو مش بتاعه، هو ده ابن الراجل التاني. مؤمن في اللحظه دي مخه طارت فعلا وعقله ما بقاش موجود، نزل فيها بالسكينه وقطعها. هل في اللحظة دي حد يلوم على مؤمن؟ محدش بيقول إن القتل فيه مبرر ليه، ولكن يا جماعة ارحموا من في الأرض. الستات تتقي الله في جوازتها، اللي جوزها ما يعجبهاش تخلعه. الحكم الخلع بقى سهل جدا، وبإجراءاته بقت سهلة جدا، وأسرع طلاق في الدنيا اللي هو الخلع. لكن ما تخونيش جوزك وتحملي بحمل من واحد غريب، حرام. اتقي الله، ولا ما تعرفهوش، هو هيعرفك. ما دي نهايتك اهي، اللي لسه ماشي في الطريق تفوق. كل طريق وليه نهاية، بس بتبقى نهايتها سودة. والله المستعان.